على جزيرة صغيرة قبالة سواحل دبي ووسط ديكور مستوحى من أجواء ألف ليلة وليلة، اختار كارل لاجرفيلد مساء الثلاثاء أن يقدم مجموعة كروز البحرية لدار شانيل للعام 2014-2015. المجموعة شرقية المزاج، وقد وضعت بعض العارضات حلاً فضية ثقيلة وارتدينا الجلبابات والبابوج. هذه هي نظرتي للشرق المثالي، شرق يكون للجميع، لا فولكلور هنا ولا هي عن الجلبابات، إنها فكرة عن ما يمكن للشرق أن يوحي به على صعيد الموضة. وقد تجول المدعوون بين الخيم المنصوبة على أنغام العود، فيما انتشرت مئات الشموع على الرمال مخلفة نوراً ساحراً في قاعة كبيرة بنيت للمناسبة وحملت واجهتها شعار دار شانيل. جلس المدعوون حول طاولات مزينة بفوانيس أو على أريكات لمتابعة العرض.